أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، وصولا إلى آخر فقرتنا اللي هو من ركن الفنون. وأكيد يمكن السودان بطبيعة الحال هو بلد مضياف وبيرحب وسعيدين أكيد بترحاب كل شخص أتيحت له الفرصة في يوم من الأيام إنه هو يكون زائر للبلد الحبيب السودان. يمكن كثير من الضيوف كانت لهم صدفة إنهم يزوروا السودان لمرة واحدة أو للمرة الأولى، ولكن بعد ذلك أصبحت أكيد زيارتهم للسودان بشكل مستمر وشكل أكيد متواصل. بنسعد كثير جدا إنه يكون ضيفنا من داخل الأستوديو لهذا اليوم سعودي بنكهة سودانية. خلونا نرحب مع بعض بضيفنا الأستاذ عبد الله الدوسري الشهير بود الأسد. مساء الخير عليك. مرحبا بك والله حبابك وحباب المشاهدين. سعيد اليوم والله بتواجدي في السودانية 24، والأسعد كمان وجودي في، أنا بقول لهم يعني بلد الثاني، أنا اعتبرته بلد الثاني فعلا، يعني حبابك دي رابع زيارة. حاسس أنه أنا بين أهلي وبين ناسي وما حاسس بغربة، يعني حبابك أكيد فينا بيناتنا عفوا. ويمكن أنت ذكرت أنه هي زيارتك الرابعة، متى كانت أول زيارة لك للسودان؟ كانت 2018 السنة، سنة 2018 جيت في بداية السنة وجيت في نص السنة وجيت في نهاية السنة. لكن تقريبا أنت واجهت أحداث اللي هو 2018 كانت بداية الثورة. لا أنا جيت قبل الثورة. قبل الثورة لكن حضرت معنا الثورة. لا ما حضرتها. طيب شنو السبب اللي خلاك انه تزور السودان؟ والله طبعا يعني انا على تواصل مع قبائل السودان عندنا في السعوديه، ففي بياناتنا زيارات يعني قاعد يجوني هناك في منطقتي في الجموم شمال مكه. فالحمد لله كونت يعني علاقه وتواصل بين قبائل السودان، فما شاء الله يعني ما بينقطعوا مني. عامل لي ركوبة في نفس المنطقة عندي وفي نفس البيت. فما شاء الله بزوني بيجوني الشعراء وبيجوني الفنانين ما شاء الله. فزياراتي للسودان طبعا أنا قاعد أرد في يعني الجميل، أي في جمايل الشباب لما يجوني هناك، فأنا برد يعني برد لهم الزيارة. وأقول ما شاء الله ما ندر إنه الشخص أكيد يرد الجميل بهذا القدر، إنه أكيد يزور السودان يتعرف على العادات وعلى التقاليد، فدي حاجة مقدرة بالنسبة لنا ونحن أكيد سعيدين بها. فدمج الثقافة واحدة من الحاجات المهمة جدا، وانت أكيد في الأربع زيارات لك بتكون مريت على قبائل كثيرة جدا، ويمكن أكيد جربت الأكلات وشفت أكيد وجه آخر. أكيد أكيد والله. شوفي يعني أنا قلت لهم يا جماعة المشوار ده أنا وصلت في مرحلة، قلت لهم يا جماعة أنا جاني كذا شيء يقول لي إنه لا 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 الطريق الماشي عليه ده الطريق اللي بيخلينا إن إحنا نعيش حياتنا يعني بال 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 يعني حياة جميلة، حياة نحس بلذتها وبمتعتها، كوننا نتداخل بين الشعوب ونتعارف نتعرف بثقافات بعض ونتعرف على قبائل بعض. فما عارف أنا غايته عن نفسي يعني جاني إحساس إنه ده الطريق الصح اللي نحن نمشيه عشان نحس بمتعة الحياة وبلذتها يعني. يا سلام. أيوة. طيب زرت وين في السودان أول ما جيت؟ والله زرت ولايات كثيرة يعني. أنا فضل لي الشمالية وفضل لي بورسودان. ما شاء الله. أيوة زرت كردفان وزرت كسلة، زرت قضارف، الجزيرة. امبارح كنت في النيل الأبيض الدويم. يا سلام. زرت نهر النيل. يا سلام. زرت. كيف كان انطباعك واحساسك؟ والله انطباع جميل يعني ما اعرف كيف اوصف لك، يعني انت عارفه يعني اول الموضوع ده كله طبعا جاي عن حب، يعني انا حبيت السودان من صغري ما اعرف غيرته. انا اقول لهم يا جماعه سبحان الله ربي ده غرس حب السودان بصوره ما عاديه. يا سلام. لدرجة يعني كنت أحلم بمناطق السودان في النوم يعني. يا سبحان الله. فمن المناطق اللي حلمت بها كسلة، والحمد لله أني مشيت وشفتها على الطبيعة. ما شاء الله. وحلمت بمنطقة أبو دليق. فيعني جد حاجة في يعني الحلم نفس الواقع ولا في اختلاف؟ فعلا لا، أنا لما جيت في وأنا داخل كسلة فعلا يعني لما شفت جبل توتيل
يعني نفس الشيء شفته في النوم يعني. سبحان الله، دم الحكاوي بيكون من أصدقائك السودانيين؟ والله من الأصدقاء، وبعدين أنا قاعد أشاهد يعني مطلع تماماً ممتاز. عن المناطق وعن القبائل وعن العادات والأشياء دي يعني. وجهتك كانت الأولى اللي هو فقط في السودان، ولا قمت بزيارة مثلاً ممكن نقول دول أخرى في السياحة؟ السياحة لا، عندي زيارات والله في تركيا وفي مصر وفي الإمارات. السودان للمرة ذي تميتها 4 مرات الحمد لله. أيوة للسودان. وإن شاء الله يعني نعيد الزيارات إن شاء الله. أكيد 4 زيارات دي حاجة أكيد ما سهلة، فأكيد في حاجة لفتت نظرك اللي هو يعني ممكن نقول غير بقية الدول اللي أنت زرتها، صحيح؟ أكيد ما في شك. زي شنو؟ أكيد يعني صراحة يعني للأمانة يعني أنا جاي لشعب يعني احتكيت فيه من صغري. فصراحة يعني جذبتني شغلات كثيرة في السودان. حنية أهل السودان، كرمهم، طيبتهم، نخوتهم وفزعتهم، يعني عندهم ترحيب بالضيف حاجة ما عادية. يعني صراحة ما عارف كيف أعبر لك، لأنه يعني اختلاطي كان بأغلب قبائل السودان فدهشت والله. ما شاء الله تبارك الله. يمكن أنت في بداية المقابلة ذكرت اللي هو أنه أنت قاعد تقابل شعراء سودانيين، وأكيد اندمجت فيما يخص الكتابات السودانية والشعر السوداني، وقاعد تسمع أغاني سودانية. أكيد المجال ده طبعا يعني حاجة أساسية عنده الدن الأسد اللي هو شعر الدوبيت. يا سلام حافظ. إذا حافظ حنسمع طوالي. أنا مش بحفظ، أنا لما قاعد أكتب يعني في الدوبيت. يا سلام ما شاء الله. أتذكر مرة من المرات طبعاً جيت الشغل. لما جيت الشغل وقعدت في المكتب جيت وقعدت طوالي كذا، فبحكم حياتي في البادية في نفس منطقتنا واحتكاك هناك بأهل البادية في نفس المنطقة، فقعدت أتصور يعني حياة البادية والحياة اللي هو في المدن بحكم عملي في مكة المكرمة. فجاتني غنوة قلت فيها، قلت يوم تلقاني في الصي أحلب أجز وأصر، ويوم تلقاني في المدن البناها يصر، يوم تلقاني بيجبة والضرع بيجر، يوم تلقاني تبك صهر الغرام المر. فيعني في فترة كذا وصلت فيها بعد حفظي لشعر الدوبيت يعني لقيت نفسي انه عندي القدرة انه انا اقطع اللي هو القطع الاخضر بيقولون ناس الدوبيت. فالحمد لله يعني انت على كده سودان اكتر مني ما شاء الله تبارك الله. يمكن اللي هو شعر الدوبيت فيه اللي هو ممكن نقول مصطلحات غير مفهومة، حتى نحن هنا في السودان بنلقى صعوبة من انه نحن نفهم المصطلحات اللي هو في شعر الدوبيت، فانت كيف قدرت تصل لمرحلة انه انت تكتب؟ والله شوف يا ساعدني في الموضوع ده الاحتكاك يعني. الحمد لله انا لي قريبا يمكن قريبة 30 سنة وانا بين قبائل السودان. اللهجة أنت قبل سألتيني من اللهجة، قلت لي أنت بتتكلم سوداني. أيوة. فاللهجة السودانية عندي يعني أنا جيت في فترة اللهجة السودانية لقيتها هي مسيطرة علي، فقدر ما أتكلم يعني في الشغل ولا حتى مع ناس البيت يقولوا لي أنت قاعد تتكلم سوداني فينبهوني. أيوة. فاللهجة ساعدت كثير، ساعدت ودلست في حفظ الدوبيت، وساعدت كمان حتى في معرفة بعض المعاني يعني. طيب رايك شنو نشوف مع بعض الفيديو واحد من اكيد زياراتك لمناطق معينه، وحنرجع اكيد نعلق عليه معاك ان شاء الله. ان شاء الله.
يعني يمكن حاجة جميلة جدا ومبهجة الحاجة اللي احنا شفناها، واكيد انعكاسها في ارض الواقع بالنسبة لك حيكون مختلف، فتعليقك. وجه تحية. أنا والله خليني أقول، أنا بالنسبة يعني بعد العلاقة والشيء اللي وصلت له مع أهل السودان، أنا بعد ده بقول له أهلي يعني. يا سلام عليك. فأنا برأى أحيي وأرحب أهلي العيشاب، طبعا شكرية، والعيشاب ده فرع من فروع الشكرية، أوجه لهم تحية. طبعا لما جيت السودان وزرته عملوا لي البرنامج ده اللي هو كرموني فيه، والتحية للفنان مبارك النور، التحية لكل الناس اللي كانوا حاضرين معانا ويعني عزوني فيها يعني في الكلام ده كان في البطانة بالتحديد حفير صفي. ما شاء الله. شنو الحاجة لفتت نظرك حسيت ان هي مختلفة عن ممكن نقول اللي هو عاداتكم كبادية هناك في السعودية؟ في البادية والله شوفي الثقافة يعني في تشابه كثير كمان بين حتى في بعض الشغلات يعني مثلا عندك السعل اللي هو الصميل، في ناس بيقولوا له السعل، ناس بيقولوا له الصميل. الصميل ده احنا عندنا موجود يعني، يعني انا لحقت عليه يعني، كان موجود زمان عندنا الحبوبات وبيعملوا اللي هو بيطلعوا منه الفرصة اللي هو السمن، فده متواجد عندنا. فانا لما ننشر السعين يقولوا لي انت حتى السعين بتعرفه، فانا اقول انا يا جماعه ترى في اشتراك يعني، في التشابه ما بين الثقافات يعني. ف يعني حتى مثلا عندك حياه الباديه وناس البل برضه في اشياء بتتشابه، وفي شغلات كثيره يعني اكتشفتها في تشابه، في تشابه كبير. حاولت مثلا انه انت تنقل ثقافه سودانيه مختلفه لثقافتكم السعوديه؟ اكيد اكيد طبعا. شغال في حساب برنامج التيك توك، عندي صفحه سعودي بنكهه سودانيه. طبعا انا زي ما وريتك قبل قلت لك انا عامل لي راكوبه وسميها راكوبه ود الاسد بازيار اللي هي التيبار، عامل لها ازيار وعامل السعن وفيها طبعا السيوف وفيها الصوت. يا سلام. فيها كانون الجبنة، يعني شغلاتها كلها سودانية. يا سلام. وقاعد تيجي من السودان. يا سلام ما شاء الله. طيب من فين جاء اللي هو لقب ود الأسد ده؟ والله لقب ود الأسد ده الكلام ده سنة 2008 في أول دخول لي في الفيسبوك. طبعا لما جيت داخل الكلام ده كان في بداية برضو علاقتي مع الشعراء، فهن كلهم يعني مسمي اي واحد عنده لقب زي الله ربنا ان شاء الله يرحمه ويغفر له الشاعر ود الخاويه، رحمه الله. ود الخاويه ده من ضمن الشعر اللي تعرفت عليه، اللقب كان عنده ود الخاويه، الشاعر مهدي البطانه، الشاعر بشر البطانه. فاي واحد عنده لقب يعني بشر البطانه ود الخاوية. فقلت أنا داخل، طالما داخل مجتمع بالطريقة دي وهو مجال الشعر والكلام ده، فأنا برضو لازم أطلق على نفسي. هذا براي أنا جبت اللقب ده. أوكي. فاللي هو طلع ود الأسد. أيوة. قلت أسمي نفسي الراقي، هو الراقي ود الأسد. الراقي ود الأسد. قلت لي في بيني وبين نفسي طبعا قعدت أحلل الكلام، فقلت راقي وفي نفس الوقت ابقى ودست. ابقى اول شيء ابقى زول راقي في 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 تعاملي مع الناس، في احترامي ليهم يعني، يعني اكون قدر الكلمه اللي انا اطلقتها على نفسي، وفي نفس الوقت اكون ودست. يا سلام حبابك اكيد بيناتنا. طيب اكيد واحده من الحاجات اللي كانت غريبه بالنسبه لك اكلاتنا السودانيه، فبتعرف منها شنو؟ الاكلات طبعا. والله الأكلات السودانية أنا من النوع يعني جيت في فترة يعني ما تتخيلي، ممكن الأكل حقنا يكون يعني خاطين الأكل حقنا، أنا نفس خلاص ما داير الأكل اللي قدامي ده، داير أكل سوداني. يا سلام. مع إنه يعني أنا قاعد أطبخ، حتى الطبيخ السوداني قاعد أعمله بحكم هوايتي في الطبيخ وكذا، قاعد أعمل بعض الأكلات السودانية.
في بعض الأكلات يعني لسه يعني تحت التدريب. أيوة. لكن قاعد أعملها يعني صراحة أنا برتاح ل اسمها شنو يا الله المفروكة. من يعني محبية المفروكة وأم رقيقة طبعا الشية والعصيدة دي قاعدين نعملها طوالي بالعصيدة اللي هي بالتقلية. قاعدين نعمل الكيجيك بتاع كويسة تنوعته ما شاء الله تنوعته يعني برضو حتى في الأكل. لا لا الأكل ما واحد يعني قاعدين نعمل مثلا الحلة ونعمل الشية فمتوسع في الأكل قاعد أكل وأعمل يعني بعض منه في جزء منه قاعد أعمله يعني عشان كده اللي هو عشان لما تشتهي الأكل ده في السعودية فعشان كده تعلمته. لا لا أصلا أنا الحمد لله من بدري قايم يعني عندي هواية في الطبيخ فلما جيت انه انا خلاص يعني في مشواري ده وقعدت اكل يعني بعض الاكلات فلما خلاص حبيت الاكله دي يلا قعدت اتعلم الاكله دي. هسه انا الا اتعلم المفروكه دي اصلا بخليها. في ناس بيعملوا اللي هو ملح الباميه المفروكه بالخلاط وفي ناس بيعملوها بالمفراكه. فالمفراكه اللي هي طبعا اصعب تري لازو شاطر او مره شاطره زي ما بقولوا لكن الطرف بتاعت الحناكيش اللي هم المدلعين الشغل العادي. فبنتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله يا رب. وجهتك القادمه وين ان شاء الله في السودان؟ والله عارف انا الجايه دي يعني كانت مفاجاه وكانت يعني جيت لعرس وانا اصلا ترتيبي يعني من بدري انه انا لو جيت السودان لازم ازور اللي هو النيل الابيض الدويم ان شاء الله. فانا زرتها الحمد لله بعد كذا خلاص لكن ان شاء الله انا اوعد ناس الشماليه لانه زعلانين يقولوا لي انت قاعد تمشي حتات وكذا اوعدهم باذن الله الزياره القادمه للسودان اول حاجه ازور بور السودان ومن بور السودان ان شاء الله نمشي الشماليه ان شاء الله يا رب باذن الله. بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح. الاستاذ عبد الله الدوسري سائح سعودي بالسودان بما انك انت بقيت سوداني 100% في المدري لا 2-3 شاكرين لك ان شاء الله يا رب وان شاء الله تكون اقامه سعيده وتقدر تمشي فيها كل الاماكن وكل المناطق وترجع السعوديه ان شاء الله يا رب بكل الامن والسلام. اللهم امين يا رب. تسلم كثير. شكرا الله يديك العافيه. الله يديك العافيه.